اهو ده كده خطوات ما قبل عمل مودل للدبس، تمام؟ يعني انا قبل ما بخش بعمل مودل للدبس بعمل حاجات معينه، شويه خطوات كده هنقول عليها، عشان ما ينفعش مثلا يجي واحد يعمل مودل للدبس ويدخل الاعمده 20 في 20 او الاعمده كلها 30 في 50، عنده برج مثلا 12 13 دور يبقى عامل لي العمدان كلها 30 في 50، لا الكلام ده كده مش مظبوط، وبالذات لو كنت هتصمم على البرنامج نفسه فالكلام ده يعتبر كلام مش مظبوط. ليه بقى الكلام ده مش مظبوط؟ لان الستيفنس، تمام، بيفرق معانا في الدريفت. انت لما تعمل قطاع 20 في 20 غير لما تطلع القطاع بالقطاع بتاعه اللي هو 30 في متر مثلا او 40 في متر ونص، كل ده بيفرق معاك في الدريفت، تمام؟ وطبعا هيفرق معاك لو انت بتصمم البرنامج، تمام؟ طيب اهو اول حاجه هنحط الاعمده بتاعتنا الستاتيكال سيستم بتاعنا، تمام، زي اللي احنا عارفينه الموديول بتاع الاعمده من 3 ل 6، تحطها مثلا 30 ب 50 30 ب 60 وتحط الاعمده والستاتيكال سيستم بتاعك وتحط في كل الادوار، بحيث لو في مثلا عمود واقف عمود مكمل تبقى انت عارف واخد بالك، تمام. تاني خطوه تصمم الاعمده على النورمال فورس، تمام. في ناس بتحب قبل ما تخش برنامج الايتابس تعمل قطاعات مبدئيه بالاريا ميثود. الاريا ميثود يعني تشوف كل عمود شايل اريا قد ايه، وبحمل السقف وبدلاله حمل السقف والاون ويت بتاع العمود، بتطلع رياكشن العمود وبتصمم عليه بدلاله الايه الاريا اللي هو شايلها، تمام. وانا عن نفسي بحب هو سقف واحد متكرر، سقف واحد هتصمم المبنى بتاعك على السقف ده تضربه في عدد الادوار، يعني الرياكشن بتاع الدور في عدد الادوار في واحد على الام واحد اللي هو الانود بتاع العمود، وتزود دور من عندك عشان تسيف موضوع الزلازل، تبقى انت كده مأمن نفسك قبل ما تخش برنامج الايتابس اصلا. وفي ناس بتضرب في واحد وربع، تمام، عشان قبل ما تخش برنامج الايتابس تكون الاعمده بتاعتك مظبوطه تمام. طيب هتعمل بعد الكلام ده كله هتعمل قص في الاعمده في كل دور. لو انت هتعمل قص، لو انت معاك برج كبير طبيعي ان انت هتعمل قص. طيب الكلام ده هيفيدني في ايه او هيأثر عليا في ايه؟ هيأثر عليك في البلاطه بتاعتك، اولا هيأثر عليك في الديفليكشن بتاع البلاطه، حلو، وهي طبعا هيأثر على المومنت وكل حاجه، وبعد كده هيأثر على البانشنج، وده اهم واخطر حاجه واول حاجه انت بتشيك عليها اول لما بتيجي تطلع النتائج، هو البانشنج على الاعمده. لان لو البانشنج مش مسايف يبقى خلاص انت مش هتعرف تطلع نتائج، لو انت بتسيف طبعا بالكود المصري اللي هو عن طريق الخرسانه، لكن طبعا في اكواد تانية بتسيف عن طريق الحديد، واحنا قلنا الكلام ده وشرح الكلام ده في فيديو تاني. طيب يبقى انت دلوقتي هتعمل خلاص صممت الاعمده على النورمال فورس، كل ده احنا لسه ما دخلناش برنامج الايتابس لحد دلوقتي. صممت الاعمده على النورمال فورس بتاعتك او عن طريق الاريا ميثود، عملت القص بتاع العمده في كل الادوار، شيكت على البانشنج في كل الادوار وبالذات في الادوار الاخيره، الادوار الاخيره هي اللي بيبقى فيها القص العمدان كبير جدا، يعني قطاع العمود صغير فهيأثر معاك في البانشنج، وطبعا هيأثر معاك في الديفليكشن ان قطاع العمود صغير والواحده كبير، كل ما قطاع العمود بيبقى بقطاعه الحقيقي تحت في الارضي والادوار اللي تحت البحور بتبقى ايه قليله، فالديفليكشن بيقل فالمومنت يقل التسليح يقل، تمام. خلاص خلصنا القص في العمدان، هتعمل لوحه محاور وعمده. شوف كل ده انت لسه ما دخلتش برنامج الايتابس ولا دخلت زلازل ولا عملت اي حاجه، كويس. هتعمل لوحه محاور وعمده والاعمده بتاعت القص بتاعتك، تمام. ممكن تاجل الخطوه بتاعت جدول الاعمده بحيث ان في حاجه ممكن تتغير معاك، بس لو انت زودت دور او ضربت في واحد وربع زي ما احنا قلنا هتلاقي بنسبه كبيره جدا الاعمده بتاعتك سيف، هتخش تشيك على الدريفت تشيك على الاعمده بتاعتك التحصيل حاصل بمعنى اصح. طيب وبتتاكد برضو بتشيك ان في حاجات ممكن تزيد، حاجات ممكن مثلا تزود اسياخ تزود حاجه بسيطه في الخرسانه، بس لما انت بتجيب قطاع مبدئي ده بيمهد لك الطريق اللي بعد كده، ان هو بيسهل لك العمليه وبيسهل لك طريقه النمذجه كمان. طيب خلاص عملنا لوحه المحور وعمدة، بمعنى ان في عمود عندك واقف عمود مكمل او عمود مزروع او عمود ملفوف مثلا او عمود مزروع في سقف الدور الثاني طالع مثلا 13 دور حاجه كده، فانت تبقى عامل لوحه محور وعمدة كل تغير عندك في العمدان. طيب هتبتدي بقى تخش تعمل موديل الايتابس بتاعك بعد ما انت عملت كل الكلام ده وتشيك على الرياح والزلازل والدريفت والكلام ده كله والاعمده وحوايط القص والاكوار بتاعتك، وده اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده، ازاي تشيك عن طريق برنامج، يعني هترمي برنامج سي اس اي كله ده خالص مش هنستخدمه. في ناس ما بتعرفش تعمل الباتش بتاعه، تمام، في ناس ما مستصعباه،
احنا البرنامج بتاعنا الايتابس ده ان شاء الله هيبقى سهل جدا ان انت تشيك عليه الاعمده وهويه القص بتاعتك والشيروالز والاكوار، وطبعا بيختصر في الوقت كتير جدا بدل ما انت تقعد تصدر وتصمم كل حاجه لوحدها وكده. تمام ماشي. بعد ما صممنا اللوس اوف بتاع بناء على قطاعات العمدة الجديدة، يعني انت ما تجيش اول حاجة، في ناس بتبتدي تصمم السقف بعد كده العمود، لا انت اول لما تخلص اول ما تخش تصمم العمدة الاول، اول حاجة تصممها الاعمدة، وممكن بعد ما تصمم الاعمدة تصمم الاساسات. كل ده انت لسه ما عملتش اللوس اوف خالص. تمام. ليه بقى الكلام ده؟ في ناس تقول لي ازاي ما ده ازاي ده انا ببتدي من السقف بعد كده العمود بعد كده الاساس. كويس، عشان لما انت زي ما احنا قلنا قبل كده لما قطاع العمود بيكبر البحور بتقل، فالمومنت يقل والديفليكشن يقل، فده طبعا بيبقى اقتصادي اكتر. وطبعا هتعمل الكلام ده على السيف مش على الساب، لان الساب بيمثل العمود ان هو نقطة والسيف بيمثل العمود بقطاع. تمام، وهو ده الاقرب للحقيقة، لكن الساب هيطلع لك مومنت كبير جدا وبحور كبيرة، فتسليح بيبقى طبعا مبالغ فيه. تمام كويس، خلاص صممنا الأسقف بتاعتنا. تمام، صممنا اللبشة سواء بعد السقف أو بعد العمدان. تمام خلاص، أنت كده جبت تقريبا صممت المنشأ بتاعك قبل ما تخش على برنامج الإيتابس. تمام، هتخش بقى على برنامج الإيتابس تشيك، ولو عاوز تزود حاجة في الأعمدة بتزودها. تمام، طيب عايزين بقى نكمل مع بعض. دلوقتي احنا عايزين نشوف بقى ازاي نستغل برنامج الايتابس في ان احنا نصمم الاعمده وحوائط القص اللي عندنا. تمام، اولا لازم نقول لو انت عايز تصمم الاساسات بتاعتك بالبرنامج لازم تعمل اتنين ملفين، يعني تخلص الموديل بتاعك خالص وبعد كده تعمل فايل سيف اس. تمام، ليه؟ لان لو انت ممثل اللبشه بتاعتك في البرنامج فساعتها ممكن الاعمده بتاعتك ما تسيفش، يعني دي انا جربتها. تمام، دي على رأيي، دي من رأيي يعني، مش عارف هي صح ولا غلط، بس أنا جربتها لقيت إن الأعمدة ما بتسيفش لما أنت بتدخل الأساسات بتاعتك في موديل الإيتابس. تمام، طيب عايزين نشوف قبل ما نخش نصمم الأعمدة والشير وولز، عايزين نشوف إمتى إحنا بنعمل الأساسات بتاعتنا فيكسد في الإيتابس وإمتى بنعملها هينجد. تمام، غالبا لو هتتعمل لبشة بتبقى فيكسد، لو أوائل منفصلة بتبقى هنجد. طيب هي ليها حاجة تانية، ليها حاجة تانية متعلقة بالهبوط والدوران، دوران الأساسات، عشان إن القاعدة المنفصلة تعتبر بتسمح بنسبة معينة بدوران العمود اللي فوقيها. تمام، عشان كده إحنا بنعمل سيميلات في مصر، يعني إحنا بنعمل سيميلات عشان تمنع الديفرنشال سيتلمنت. تمام، أو الدوران. كويس، فساعتها احنا بنعتبر ان القاعدة المنفصلة ان هي هنج، واللبشة بتاعتنا طبعا الهبوط لما بيحصل كله بينزل مع بعضه والسماحية للدوران بتبقى قليلة جدا جدا، ساعتها عشان كده احنا بنعملها فيكسد. تمام، فاحنا كده خلصنا كده النقطة دي. طيب طيب كويس، نفتح بقى كده موديل الايتابس. اولا احنا هنعرف قطاعات العمدان. تمام كده، احنا عندنا في الموديل ده عمدان 40 في 70 و50 في 80. قبل ما تعمل ران للموديل بتاعك هتخش تعمل موديفاي. تمام، من هنا reinforcement وتدخل الحديد بتاعك، هتعرف من هنا الستيل. تمام، يعني هتفك الحل كده modify ماشي اهو، ومفروض ان انت هتعرف الستيل بتاعك اهو، وهنا نفس الكلام. بعد كده لا، دي اهم حاجة reinforcement to be checked، لازم تعملها to be checked. تمام، وتدخل الحديد بتاعك اللي انت كنت عامله طبعا من التصميم بتاع النورمال فورس. انت دلوقتي صممت العمدان بتاعتك على النورمال فورس والتسليح بتاعك موجود. تمام، وهتستعين بالملفات دي. ليه هتستعين بالملفات دي؟ عشان في مسافات معينة مينيمم وفي مسافات ماكسيمم بين الأسياف، وفي نسبة مينيمم وفي نسبة ماكسيمم. تمام، فلما تستعين بالكلام ده هيسهل عليك كتير عشان ما تقعدش تفك الدنيا وتحط
وتحط مثلا في عمود زي ده 4 ولا 6 سياخ، يبقى 1 2 3 4، وتبقى حاطط لي هنا الاتنين التانيين هنا، يبقى انت كده مش تمام. وتستخدم مثلا فاي 25، يبقى كده المسافات ما بين الأسياخ كده بقت كبيرة جدا، وده كده مش مظبوط. فهتبتدي تدخل الكلام ده هنا، تمام. عمود مثلا، عمود اللي هو كام؟ احنا قلنا عمود 40 في 70، ومدخلين هنا كده. نشوف العمود ال 40 في 70 فين. اهو عمود 40 في 70 16 سنتي، 16 فاي. مثلا طلع معاك اللي على النورمال فورس فاي 20، تقوم عامل كده اهو اللي هنا لونجيتيودنال بار، تمام، اللي هو 20، تمام، والكورنر بتاعك 20 اهو، ممتاز، حلو. في اتجاه 2 ده اللي هو الاتجاه الافقي، اللي هو اتجاه اكس، وهنشوف الكلام ده بعد عمل رن هوريكم القطاع هو رسمه ازاي، تمام. اهو يبقى في اتجاه 2 ده اهو، هندخل كيف تحت كده، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا هدخل له هنا 6 سياخ، كويس، 6. وفي اتجاه 3 نخش هنا اهو اللي هو الاتجاه التاني، ادي 1 2 3 4 اهو، هقوم مدخله كده 4، والكنات في 10. هيستخدم التسليح ده تو بيت شيبت ريكتانجولار ودايز، وطبعا عمود ما تعرفش عموده، وتقوم عامله ان هو بيم. الكلام ده طبعا مش مظبوط، تعرفوا طبعا ان هو كله، تمام، كويس. المفروض طبعا ان انت هتعرف له الحديد بتاع الكنات عشان الشير، كويس. هندوس دلوقتي كده اوكي، اوكي، ونعرف قطاع العمود التاني اهو 50 في 80 موديفاي، نفس الكلام. تتأكد ان الكونكريت 40، الموديفاير بتاعة العميدة مظبوطة، نفس الكلام. ستيل، تتأكد ان السيل بتاعك مظبوط في العمود، تمام. خش نفتح 50 في 80 اهو، عمود 50 في 80 من القطاعات المرسومة الجاهزة بتاعتنا. طلع مثلا معاك من تصميم المانيوال اللي هو النورمال فورس، اللي هو الدور المتكرر، تزود في عدد الأدوار وتزود دور، تمام، عشان محدش ينسى. طيب 1 2 3 4 5 6، 6 و4 رأسي، يبقى أهو 6 و4 رأسي، كويس. والستيل بتاعنا تو جيت شيكت كله تمام، أوكي اوكي، سيف. بعد كده اعمل ران، كويس. وتبتدي اول حاجه تعملها طبعا هتشيك الدريفت، ان لا الدريفت مظبوط، وان سنتر اوف ميس سنتر اوف جيتي تمام، ومفيش تورشن، كله تمام. بعد كده تبتدي تخش على تصميم الاعمده. بعد ما تخلص تصميم الاعمده هنشوف ازاي نخش على الحوايب من جوه البرنامج برضه. اهو الملف عمل ران، تمام. زي ما نصحت قبل كده، هنعمل ملف للأساسات في ملف تاني، والملف بتاع الأعمدة ده في ملف تاني خالص، تمام. هننزل كده الوودز، فالملف ده أنا كنت مدخل الأساسات فيه بالشكل ده، فطبعا بما إنها قواعد منفصلة أو وايل كابس، فأنا هعمل طبعا هنا هنجات مش فيكسيشن. طيب حبيت اوريك الشكل ده عشان تبقى فاهم ان احنا ممكن ندخل اساسات في البرنامج، عشان لما نيجي نصدرها يبقى الاساسات بتاعتنا موجوده جاهزه بدل ما نقعد نرسمها تاني، واخد بالك. وممكن كمان في التبس الجديد بيسهل لك ان انت تدخل خوازيق، تمام، ورد فعل التربه على الاساسات. طيب اول حاجه انت طبعا بعد ما عملت ران لازم طبعا هتشيك على الدريفت بتاعك وكل التشيكات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، كويس. طيب تاني حاجه بقى تعمل ايه؟ لازم اولا هتفتح شاشتين كده عشان لما تيجي تختار حاجه تبقى شايف ايه اللي انت بتختاره، تمام، وتبقى معلم على الاول ستوريز. طيب هنا هنلغي الكولوم اهو، نلغي كل حاجه تانيه، ونعلم على الأعمدة بتاعتنا. خلاص اخترنا all stores، تمام، اهو اخترنا على الأعمدة بتاعتنا كده. نخش بقى نقول له من هنا، لازم تخش على دي،
ريفايز اوفر رايتس. تمام ليه؟ عشان هتخش تعمل الفريمنج ده ان هو اوردينري. انت دلوقتي عامل تفاصيل كانت اوردينري اللي هي 7 في 8 في المتر، 5 في 8 في المتر للكانات، فانت مش عامل التفصيله بتاعت السبيشال. طيب احنا دلوقتي عايزين هوريكم ايه الفرق بين الاوردينري والسبيشال والانترميديت. تمام هنشوفها دلوقتي ونرجع نكمل. المهم ان احنا دلوقتي هنعملها ان هي اوردينري. تمام اوكي كنترول، يعني هنعمل كنترول ايه من هنا او من هنا، تاني من هنا تاني واحدة. طبعا ده ديزاين بتاع الكولومز والبيمز اهو، ديزاين فريم كونكريت فريم ديزاين اهو، وتغير دي الاوردينري. طيب اهي يا جماعة التفسير ده، التفاصيل بتاعت الحديد اللي هي الاوردينري مومنت ريزيستنج فريم والانترميديات والسبيشال. تمام كلها تفاصيل كانت من الكود، يعني لو انت حاططها كده مش مكثف عند البلاطات فوق وتحت متر من فوق ومن تحت، لو ده الطبيعي اللي هو بيتم. تمام يبقى احنا هنعملها اوردينري. تمام ولو انت عامل الكلام ده ممكن تاخد فاكتور اوف سيفتي وتعملها برضو ان هي اوردينري. تمام فاحنا دلوقتي فهمنا القصه دي بتيجي منين. بعد ما نعمل الكلام ده كله خلاص عملنا سيلكت اول واوردينري، طبعا هتعمل سيلكت اللود كومبينيشنز بتاعتك وتدخل الحالات اللي هي الالتيميت وتشيل اي حالات وركينج وتحط الحالات اللي هي بتاع تصميم العمدان. لو انت عامل الكومبينيشنز الديفولت تحط الكومبينيشنز بتاعت تصميم العامده بس وتشيل اي حاجه تانية. اوكي بعد كده تعمل تصميم بالبرنامج اهو. بعد ما عملنا ران، بعد ما عملنا ران للملف هنعمل ايه بقى؟ نظهر لنا الاعمده طبعا قصادنا. اول حاجه تعملها من هنا ديسبلاي، بص اول حاجه تعملها فيرتيفاي اناليسيس فيرسس ديزاين سيكشن. اوكي عشان يقول لك ان قطاعات الكونكريت كلها مسيفه معاك. تمام اوكي طيب تاني حاجه ديسبلاي ديزاين انفورميشن وتظهر اللي هي بي ام ام ريشيو. تمام اللي هو الاجهاد الفعلي على الاجهاد الالاوبل، لو اكبر من واحد طبعا هيقول لك ان هو انصيف. تمام وتبتدي بقى تشوف الاعمده بتاعتك اللي هي معديه اللون الاحمر اللي هي الانصيف اللي بالشكل ده. حلو طالما هو قال لك ان القطاعات كلها محققه معاك يبقى، وطبعا انت عملت ويت شيكت في البرنامج، يبقى معنى كده ان الاعمده دي مش مسيفه على الحديد. تمام يبقى تخش جوه تاني تفك الحل وتخش جوه تاني وتزود كميه التسليح بتاعتك. وانصحك برضو بناء على الكلام ده، يعني تخش في العمود اللي هو 40 في 70 تشوف هو فين اهو، كان 16، كان عندنا 16 في كذا، ف 16 في كذا. لو انت مدخلها 16 16 في الاول تدخلها 16 18 مش مسيف، تفك الحل يبقى 16 20 مش مسيف، 16 22 مش مسيف، يبقى 16 25. وتراعي طبعا النسبه المينيمم والنسبه الماكسيمم، النسبه المينيمم اللي هي 1% والنسبه الماكسيمم اللي هي 4 5 6 وسطي طرفي كورنر. تمام بس قطاع مرسوم قدامك اهو مديك الحديد، استخدمه بقى واستغله بس، يبقى تفك الحل وتبتدي تعيد الخطوات تاني لحد ما يسيف. نكمل مع بعض. ادي شكل العمدان بعد اما سيفناها. تمام اهو تعمل كده زي ما قلنا وتظهر الريشيو اللي هي بي ام ام ريشيو. اول حاجه اتاكد العمده كلها مش معديه اللون الاحمر، مش معديه الواحد اللي هو ده. طيب نيجي مثلا نقف على اي عمود كده، وطبعا النسبه لما اللون ده بيظهر اللي هو من 0.5 معنى كده ان القطاع ده مسيف بزياده وانت ممكن تقلل القطاع بتاعه. تمام هنقف كده عليه كليك يمين، بيقول لك طبعا ايه هي الحاله الكريتيكال اللي هي 86 دقيقه. تمام طيب نعمل كده سمري اهو، ده قطاع العمود اللي انت رسمته. تمام يعني اللي احنا كنا مدخلينه في الموديل التاني اللي هو الستة هتلاقيه مرسوم لك هنا ستة، وهنا هتلاقي الاربعة اللي هو مظبوط بتاعك. كويس اهو يا جماعة نكمل. ادي عمود بعد ما عملنا له رن كل حاجة، كليك يمين سمري
اهو دور الستة، دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وده الأربعة اهو اللي احنا قلنا عليهم اهو. عمود 40 في 70، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وأربعة رأسي. طيب نشوف الكلام ده تاني ونتأكد. define frame 40 في 70، modify modify تاني اهو 4 و6، تسليح فاي 20، وده اللي احنا كنا جايبينه من الحمل الرأسي. تمام اهو، ونفس الكلام في العمود التاني. عشان تعرف تفرق بين العمودين اعملهم بالالوان زي كده اهو، من هنا تعملها باي كلر السكشن بروبرتس او ابلاي. اوكي زي اللي تاني البي ام ام ريشيو. اوكي نخش على عمود مثلا من هنا اهو، ده كده 40 في 70. طيب عمود تاني اهو 50 في 70، 50 في 80 قصدي، هو بيقول لك كل البيانات بتاعتك تمام، والسويل الاوردينري اللي احنا قلنا عليها. وطبعا فخلي بالك في المباني الصغيرة ما بيبقاش فيه لايف لود ريدكشن، في المباني الكبيرة العالية بيبقى فيها اللي هو المعامل اللي هو بتاع اللايف لود ريدكشن ده، اللي هو خفض المعامل اللي هو الحي الأحمال الحية. تمام هنشوف الحتة دي من الكود المصري دلوقتي حالا. اه يا جماعة من الكود المصري بتاع الأحمال السلايد 56. تمام اهو ده اللي هو موضوع تخفيض الأحمال الحية. كل ما بتنزل لتحت اهو ده كده السطح، كل ما بتنزل لتحت كل ما الحمل بتاع الأحمال الحية بتقل. تمام، وده امتى بقى الكلام ده؟ ويسري هذا التخفيض على الأدوار السكنية فقط في المباني متعددة الأغراض، ولا يسمح بتخفيض الحمل الحي في المباني ذات 5 أدوار أو أقل أو المنشآت الفندقية. ودي حاجة مهمة جدا، يعني أنا دلوقتي المبنى اللي معايا ده 4 أدوار أو 3 أدوار أو أيا كان، يبقى أنا مينفعش أعمل الفاكتور بتاع اللايف لود ريدكشن. أوكي فأنا هعمل سيلكت أول، ومن هنا تاني أوفر رايت. تمام أهي اللايف لود ريدكشن خليها 1، متعملش أي لايف لود ريدكشن. أوكي وتبتدي تصمم من تاني. أهو يا جماعة الأعمدة عندي كلها سيف ومية مية. طيب انا ليه بقى عندي هنا ال بي ام ام ريشيو كلها طالعه الحاجه بتاعتها ايه صغيره ليه؟ تمام، لان انا اصلا كنت مصمم على نورمال فورس. يعني ليه هي طالعه ما بين الزيرو وما بين النص؟ ليه مش اقتصاديه بمعنى اصح؟ عشان انا عندي القطاعات لو انا صغرتها مش هتسيف دانشنج، واخد بالك؟ عشان كده دايما بقول قبل ما تسيف، قبل ما تخش على السقف، قبل ما تخش على تصميم السقف لازم تكون مصمم على النورمال فورس الاول، لان قطاع العمود هيفرق معاك في البانشنج وفي الديفليكشن. يعني صمم العمدان الاول وبعد كده الاسف وبعد كده موديل الايتابس وبعد كده الاساسات، لو انت عايز تصمم الاساسات على الزلازل والمومنت بتاع الزلازل. تمام، فحاجه زي كده اهو انت شايف ان هي غير اقتصاديه، ولكن عشان كان على البانشنج عندي فكنت لازم اكبر القطاعات بالشكل ده عشان تسيف بانشنج، لان الاحمال عاليه، الاحمال بتاع السقف احمال رأسية احمال عالية. يعني هو مبنى اداري المفروض. تمام كويس، طيب نكمل. ده هو ده طبعا الموديل اللي فيه الفيكسيشن من تحت اللي هو الهنجت، مش الموديل بتاع التصميم الاساسات. طيب هنخفي دلوقتي بقى الاعمدة دي كده خلاص بعد ما اتأكدنا ان هي تمام، ونزهر الوولز